إذا الصورة البانورامية اللي سد مولاي المهدي نواحي تطوان، هذا السد هذا تم تدشينه منذ حوالي 15 سنة. السد هذا أصبح يعني معلمة إيكولوجية، كتلاحظوا بأنه محيط بواحد الحزام غابوي ويبعد بحوالي 4 كيلومترات عن جامعة خميس لنزرة. إذا حنا في الطريق لزيارة هذا السد باش نتعرفوا على المعالم ديالو. منطقة يحيط السد بمنطقة جبلية معروفة، هذا جبل، هذا جبل درسة اللي كيحيط بها. اش من جبل؟ رشيد هذا جبل درسة هذا؟ لا جبل درسة في تيت والله. هذا من جبل هذا؟ جبل حجام هذا. جبل حجام، إذا كيحيط السد بجبل حجام. سد مولاي المهدي تم انشاؤه يعني هذه مده 15 سنه، في حوالي 15 سنه. واخا زيد زايد باش التليفون مونوغرافيا باش يعرفوا بان هذا علامه ايكولوجيه مهمه، لان كتعرفوا بان الماء والجبل والبحر هي من المكونات السياحيه اللي كتخلي اي سياحه اللي يمكن يعتمدوا عليها كمصدر يعني تنمية الدخل وكذلك لتنمية المنطقة السياحية. ناخذوا معلومات صيفط عليه وصافي.